سيبك على كل حاجة. الشبكة، المهر، المقدم، المؤخر. أيوة يا بابا. مطمن من جهة الراجل اللي هتاخد بنته؟ في الحقيقة بابا سميرة هتعجبك قوي. هو نسيبك اسمه سميرة؟ لا بابا، سميرة ده اسم خطيبتي. أنا ما بتكلمش عن خطيبتك، أنا بتكلم عن أبو خطيبتك. عرفته كويس؟ سألت عليه؟ بصراحة أنا ما قابلتش أبوها. امال اتفقت مع مين؟ مع امها. ليه؟ هي يتيمة؟ ابوها متوفي؟ عايش بس مش موجود. ولما ابوها عايش كيف سمحت لك تدخل البيت والراجل مش موجود؟ ما هو يعني ناوي تناسب عيلة بزرامية؟ الست هي الراجل والراجل هو الست؟ يعني البنت طلعة تربية حرمة. دي مامتها ست محترمة جدا يا بابا. كتبو مش كفاية سمحت لك تتجوز من بره العيلة ومن بره البلد كلتها؟ كمان عايزني اعرف فتحتك مع حرمة؟ اصل يا بابا ده لا يمكن يحصل ابدا. انا لازم احط ايدي في ايد راجل محترم يعرف ازاي يحكم بيته. انا متاكد يا بابا ان سميرة اصر الكلام. ترجع مصر وتقابل ابوها وتسال عنه وتعرف اصله وفصله، واذا اطمنت من جهته يبقى على بركه الله. نقرا الفاتحه الخميس الجاي. بس يا بابا ولد جيل فسدان تربيه مدارس. ادي كل اللي حصل يا سميرة. ما انت عارف يا حسين ان بابا وماما متطلقين. ما قلتلوش ليه كده؟ كان هيقول انك ما تربتيش. نعم نعم انا واثق من اخلاقك يا حبيبتي، لكن اعمل ايه؟ هو تفكيره كده. وايه العمل دلوقتي؟ ابوكي يحضر حفلة الخطوبة. اوه اهو ده اللي مش ممكن ابدا. ليه مش ممكن؟ بابا وماما بقالهم 15 سنة متطلقين، وانا نفسي ما شفتش بابا طول المدة دي. وانت عارف ماما لو جت سيرته قدامها هتزعل وتتشنج وتبقى حالتها صعبة خالص. لازم نحاول يا سميرة، يمكن مامتك قلبها يرق عشان تفرح بينا. مش قادرة أوعدك. لما جوزتك يا يوم هبب عليك. خليك أنت منايم في سكينة أبو جنينة. 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 Ha 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 ha
اللي بعده. قومي 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 قومي. خشي. اتفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ. حضرتها مراتك؟ ايوه ايوه. اتفضلوا اتفضلي يا مدام. اهلا من فضلك يا مراتك وانسه. انتوا لسه ما اتجوزتوش؟ اتجوزنا. ها؟ كتبنا الكتاب. ها؟ ودخلنا. ها؟ وبننام في اوضه واحده. الله، امال ايه المشكله؟ جواز مع ايكاف التنفيذ. مش عيب عليك يا راجل. مش ذنبي، مش ذنبي. اسألها هي. اختف يا مجدي، انا مزرجنه منك. انا مقموصه منك. مقموصه منك؟ فهمت. لا لا لا، لازم لازم كده، لازم. خلاص فهمت بقى هتعمل ايه؟ فهمت. بس اقنع اقنعها لي. اقنعها واقنع ابوها. لازم كده. لازم. يلا يلا اثبتوا لي انكم فهمتوا وهتنفذوا. يلا يا شطار، يلا يا حلوين، ما تكسفوش، ده انتوا متجوزين، انا حداري وشي اهو. جدعانوا نسخانوا. تلغراف مستعجل. مستعجل؟ احضر حالك، امك اتجننت، اختك سميرة. ها؟ كملوا عليك في البيت. يلا يلا يلا. تلغراف تاني يا بيه. هات، يمكن ام عقلت. ما افتكرش. ممنوعة. مصالح الناس اهم. دي مسؤولية في رقبتنا. احنا مش بنلعب. انا مبسوط منك يا هاشم افندي. ربنا يبسطك يا فندم كمان وكمان. ممكن انت عظيم يا هاشم افندي. ربنا يعظمك يا فندم. ممكن انت قللت نسبة الطلاق من 90% الى 3.3%. ربنا يتلتك يا فندم. ممكن انت هاشم افندي يا هاشم افندي. ربنا يهشمك يا فندم. ممكن انا عايزك تدرس الحالات دي وتقابل اصحابهم وتصالحهم على بعض. اسف، اصلي عايز اجازة. ليه؟ اصلي ناوي اعيا من بكره 3 ايام. نعم يا اخويا. قصدي لما هروح للدكتور هيقول لي استريح 3 ايام. وماله؟ انا احب اريحك. خد دول دروسهم وانت عيا. يا رب تقصر يا رب. انا لا امك ولا اعرفك، انت مش بنتي. يا ماما حرام عليكي، لازم تحلي المشكله. المشكله دي بتاعتك انت، انت انا ماليش دعوه بيها ومش عايزه اعرفها، فاهمه؟ ماما ماما دي ب50 جنيه يا ماما. هدوا اعصابكم. ايه الحكايه؟ عندك اختك تفهمك. كتكوا نيلة عليكم وعلى ابوكم. بس يا سمارة، بس. ايه الحكايه؟ روح لامك اسالها. كتك نيلة عليك انت راخر. اما مجانين صحيح. أمجانية! سميرة! افتحي يا سميرة! افتحي يا بنت يا سميرة! افتحي يا ماما! افتحي يا بنت يا ماما! افتحي يا ست ماما! ايه شوف دي عيال ده؟ طب خلاص! أنا مسافر! أنا سافرت أهو! أنا ركبت نطر! ماما مش عايزة بابا يحضر خطوبتي! وأبو حسين مصمم لازم يحط إيده بإيد بابا! صح، يبقى
فبابا لازم يحضر الخطوبه دلوقتي. بس افتكرت ابوكم 15 سنه ما يسالش عننا ولا يعرف حاجه عنكم. انا يستحيل اشوف وشه. صح، يبقى بابا مش لازم يحضر الخطوبه. يبقى كده مفيش خطوبه وهفضل عانس طول عمري. ان شاء الله. ماما تعالي على روحك وخليك انت كبيره. ولد انا عارفاك طالع لابوك. ما تشتريش. سميره تعالي على روحك وخليك انت صغيره وافضلي عانس. انا عارفاك ابن امك. اه وانت انا سميره. بنت يا سمير يبقى تصرفين صح. وانا ابن مجنون اللي جيت. بابا هنا. تصبير يا سلوى. ده ادخل يا هاشم. ما انا دخلت اهو. خد امسح. حاضر. لا خدك. واحد يا عمي. لا مؤاخذه اصل الاتوبيس كان زحمه شويه. اتوبيس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مش معادك يعني حصل حاجة؟ أبدا. سميرة اتخانقت مع ماما وماما اتخانقت مع سميرة والاتنين قفلوا الباب في وشي. يا سيدي كل البيوت كده. ربنا يروق النفوس. خدي خطيبك يا سلوى واسبقوني على النادي. حاضر يا بابا. اسمع. نعم. بلاش الاتوبيس. حاضر. سلوى هاشم بس ما يصحش الناس. ايه اللي بتهببوه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لازم تشوف لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي. مصيبه تاخدك. مصيبه ايه؟ ابوك لازم يرجع لامك. ده ايه الادب؟ انا ترجع بابي لمامي وده مستحيل بعد 15 سنه. يعني بلاش اتجوز اختك سميره؟ ان شاء الله ما اتجوزتهاش. انت بتهددني؟ اتجوزها انا. حرام عليك يا هشومتي. اقصى عليك يا هشمشم. انا عاوز اتجوز يا هشمنطس. هشمنطس مش لازم يرجعوا لبعض. خلي باباك يحضر الخطوبه وبس. صعب يا جماعه صعب قوي. هو انت في حاجه تصعب عليك؟ بوسو بوسو ما ينفعش. نحاول. قصر الكلام يا خالتي. مين فيهم اللي غلطان؟ ماما ولا بابا؟ ابوك طبعا يا ابني. هو في ست في الدنيا تحب تخرب على بيتها؟ ابوك راجل سكري وفزدان وتلفان، وانت كمان طالع زيه. انا يا خالتي؟ رايح تتجوز من بره العيله. قول لي بقى مالها بنت خالتك تجيب زيها منين؟ ادب وجمال وكمال وطول للعمر وانا اقعد ناطره. شوف يا حبيبي بتحبك ازاي. في صحتك. اسر كلام يا عمي. مين فيهم اللي غلطان؟ بابا ولا ماما؟ امك طبعا. هو فيه راجل يطفش من بيته بدون سبب؟ اخويا ابوك كان صبور. جمل. جبله. بلط تنح. ده ما يطفشوش الا الشديد القوي. اعوذ بالله من امك ومن لسانها. ده اكيد كان قصدها لسان وطلع له ست. عمي وبعدين يا عمي؟ ما انت كمان جبله طالع لامك. انا يا عمي ازاي تجوز اختك لواحد من بره العيله؟ مش ابن عمها ده كان اولى بيها؟ شاب وسيم وجيه شيك مثقف لبق متزن راسي. اي بنت محترمه تتمناه. تتمنى ضف. لا فعلا ده متزن قوي. Thank you.
احترفي من الرجال. ليه؟ كل اصلهم عيال. لكن عيالي كبار 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 كبار. مش كل الرجال برضه ولاد حلال. عيالة كده بالبيت. شغال على ودنه. نابك على شونه دي اختي. الاستاذ عبد الله سلموني ساكن هنا. عبد الله سلموني؟ ايوه ايوه. خد الشيخ. اما بوابه بوابه يا عم يا بواب يا بيه يا بواب. بس ايه اللي انت عايزه؟ انا تعبان قوي على فكره. بقول لسعادتك الاستاذ عبد الله سلموني ساكن هنا بس مش موجود. وهيرجع امتى؟ معرفش. وعشان خاطرنا من امبارح بايت برا وما بيرجعش غير وش الصبح. طب قولي هو بيسهر فين يا استاذه؟ انا تعبان قوي على فكره. بتقول بيسهر فين؟ في كباري النجوم. يسهر معاها كل ليله ليه؟ اخويا حبيبي انا ذنب ايه يا عتريس بيه؟ عبد الله السلموني احسن مني في ايه؟ ده انا دخلت السجن بسببها. طب ودين؟ وديني لا شرحه هو ولا يتصدق له. انا عمري ما دخلت. والله اخلص عليه اخلص عليه اشرحه. مساء الخير يا بيه. ده انت اللي بيه. الاستاذ عبد الله السلموني بيسهر هنا. وانتوا ايه كمان؟ احنا ولاده. اهلا بيك. جامد قوي. انا هفيا. لا العفو يا بيه. لا انا ترد يا جايز بس انا ما عنديش خبر.
أنا مغفل يا هاد. 100% مغفل وبالوراثة كمان. أنت بتلخبط فيا كده ليه يا فتتة؟ أنت تعرف يا هاد أنا صرفت كام على سوزي دي؟ لا. 3 سنين في اللومان. ويجي أبوك عايز يخطفها مني؟ ده أنا لازم أشرب من دمك. بلختني يا راجل يا شضلي. أنا شضلي؟ أيوة. وعبيد كمان. مقبولة منك يا حلوة. كلمنا أنا. بذمتك أنا عبيد؟ طبعا عبيد، لأنك مش عارف إحنا جايين هنا ليه. كلمنا أنا. وجايين ليه يا حلوة؟ عشان نخلص بابانا من خطيبتك. كلمنا أنا. يا مش أنا. بتتكلمي جد؟ طبعا جد. إيدك أبوسها. أبوس بطنك. ما تبص انا اوعى. تعالى يا حلوة. لا 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 سوز يا بابا. يلا بينا يا هاشم. يلا بينا فين؟ ده ابويا ابن حظ بشاك. يا بابا دمي مصمم انك تكون ابني. انا هاشم السلموني ابنك، ودي سميرة السلموني بنتك. ايوه انا سلموني ولادي. ايوه يا بابا انا هاشم السلموني
ودي اختي سميرة السلموني. وانت عبد الله سلموني بابانا. انت بابانا. ايوه. ولادي بابا. ابني بابا. حبيبتي. الله ربنا يعوضوها يا بابا. ايه جاي هما دول ولادك بجد يا عبد الله؟ ايوه. ياه وخلفتهم انت؟ بالرخص طبعا. بس يصحش يا ولاد. ولاد مين؟ ولاد علي بندر. ولاد عبد الله. يا عجوز. نعم. قول تضحك عليا وتقول لي عندك 16 سنة. خليكي معايا انا يا راجل عجوز. اشرب يا حبيبي. لا 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 اصل الدكتور منعه. عندها حق. الدكتور محرج عليا. حرج عليا الكاس التاني. أربعة. دمك خفيف. طب اشرب التاني. نشرب. نشرب في صحة بابا. صحة بابا. نشرب في صحة ماما للصبح. احنا ورانا ايه؟ المسدس وراح يقتل عتريس. يا ندمتي؟ اه. اخد العربيه بتاعتك.
عشان يثبت انه ما كانش في مكان الجريمه ساعه وقعها. يا لهوي ابني العفريت. ابني انت واقف. هو هروح في داهيه. يلا بينا ندم مجنون ويعملها. يلا يلا يلا. ميرسي يا سوزي ولا يحرمكيش بنوصل. ميرسي يا عينيا. اسهر وبان عليك يا بابا الامان. يا حلاوه يا عيني على العزف المنفرد. ابوك بيقول ده ايه الطرف ده كله. مش نقلعه هدومه. يلا. هو لحق ينام. على فكره صعبان علي. كتر خيره. مين في السن ده يستحمل العيشه دي؟ مسكين يا عمي. بابا اسمه بابا مش عمي. ما توديناش في داهيه. معلش معلش نسيت. سيبني انا لازم اقتله على تريس الكلب ده. يا اخي نام انت فيك حيل. صحيح. الله. يلا بينا ننام احنا كمان. احنا هننام فين؟ ما تخافيش انت في حته وانا في حته. كويس. انت هتنامي هنا وانا هنام هنا. انت جننت؟ مش اخوات. اعمل حسابك لو قليت ادبك هرجع مصر دلوقتي. انا في عرضك بلاش. ما هو اذا ما نمتش هنا هنام فين؟ في البانيو. روح نام جنب ابوك. وهو كذلك. طب واحده بقى. هما الاخوات بيبوسوا بعض؟ اخويه بوسه اخويه صغنططه لله. زكى عن صحتك. افتح يا سلوى مش هيجيلي نوم. شخير بابا عالي ولا صفاره الانذار. تصبح على خير يا حبيبي نوم العواد. حاجه تقرف. بيعمل ايه؟ معرفش يا طنط، لكن انا فهمت منه انه عنده حاله طلاق مستعصيه هناك ولازم يحلها. ده بيشتغل في اسيوط، ماله ومال اسكندريه؟ اصل الراجل بعد ما طلق مراته المسكينه راح قاعد في اسكندريه. ربنا يوفقه ويرجعهم لبعض. يلا بينا بقى، احسن زمان عمك سعد الجواد قلقان علينا. غريبه. دي سلوى قالت لي انها في مهمه اسكندرانيه لمده يوم واحد. ربنا يوفقه. قصدي ربنا يوفقها يعني وتيجي النهارده. على الله تقابل هاشم هناك عشان ياخد باله منها ويفسحها. يقابلها فين يا عمي؟ دي اسكندريه كبيره قوي ولا يمكن يتقابلوا مع بعض ابدا. طب يلا بينا بقى احسن امك زمانها قلقت علينا. يلا يلا. الله 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 دي مش شقتي. ده انا مني تهت. سلام عليكم. بابا ده ايه الجمال ده كله؟ عجبتك يا بابا؟ قوي. وحشني وحشني قوي يا اولاد. انتوا فين من زمان؟ انت اللي كنت فين من زمان يا بابا؟ ايه النصيب. 15 سنه يا راجل لا تسال فينا ولا تعبرنا. قلت لكم النصيب. سامحوني يا اولادي. احنا مسامحينك واللي فات مات يا عمي. بابا. يا بابا يا بابا. وعلى كل حال احنا مش هنضايقك. احنا مسافرين النهارده انا وسلمى. سميرة سميرة. لازم تخليكوا معايا هنا كام يوم. طب وهنشوفك امتى؟ انت الصبح في الشغل؟ هاخد اجازه. صحيح. وبالليل مع سوزي. وكمان هاخد اجازه. ينصر دينك يا بابا. مين؟ انا وزه. استنى يا بابا. وتطلع مين وزه دي؟ لا 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 دي اصلها وزه جايه تتزغط. لا وزه ولا بطه. خشوا جوه على ما اكرهها. خشوا خشوا. بيتك 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 بيتك. صباح النور يا
عارفين النهارده. وحياتك ما تنرفزنيش يا اسمك ايه؟ عشان كنت سهرانة عند جماعة؟ ما نايمونيش طول الليل. هو ايه ده؟ وجاية هنا تعملي ايه؟ علشان انام طول النهار. جاتك في عينك، اتفضلي من غير ما تروط. انت مين انت عشان تقول الكلام ده؟ انا ابوه. ابو مين؟ ابو بابا. يا خرابي. البنت دي قالت لي ادب. انت اللي قليل ادب. قومي بقى، قومي. راعي. اهلا. اطرديها. لا يا شيخ. اطرد هنا. هي شغلانه. بنت اطلع بره. عاجبك كده انت يا عبد الله؟ استنى. والنبي ما انا جاي هنا تاني. هقاطعك. استني يا وزة. خش انت جوه لحد المديني اقطع عندك المصروف. ليه يا بابا؟ بره. جوه. جوه. بره. بنت يا فرخه. بره. Ah!
كده انا مش ممكن اقعد في البيت ده ولا دقيقه. معلش يا حبيبتي حقك عليا، احنا لازم نشتكيها للنقابه بتاعتنا. اه كده. يا علالي يا بابا. هلا. انا زعلانه منك. اه ثلاث ايام ما حدش يشوف وشك. يا سو صبحي بيه، انا مشغول اليومين دول مع الاولاد. لا 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 لا، ما اقدرش ازعلهم ابدا، وما اقدرش ازعلك انت كمان يا سو صبحي بيه. يا سلام، بس كده عاوزني اللي نادي خلاص جاي لك حالا. اوروار يا سو يا صبحي بيه يا صبحي بيه. يبقى مين صبحي بيه ده؟ ده شريكي عاوزني في شغل. شغل في نص الليل يا بابا. اه المقاولات، المقاولات بقى ملهاش مواعيد. مش هنتعشى لما تيجي. لا 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 لا، انا جايز اتاخر. مش جايز، ده انا اكيد ان شاء الله بدون مقاطعه هتاخر. اتعشمتوا. صبحي بيه. ده واجب علينا. ايوه اما ابوك هلسي بشكل. اطلع يا اسطى. ما عرفتش اربيه. الو مين؟ انا عتريس. طيب حياتك في مين؟ الاثنين، ابنك وبنتك. ايه ماتوا لسه؟ ده انذار نهائي، يا تبعد عن سوزي يا اخلص عليهم هما الاثنين. هما الاثنين. يا دوسي يا بابا، دوسي يا بابا. اسخني شوي اسخني. الحان يا بابا، هيموتني يا بابا، هيموتني يا بابا.
ابنك. الحق يا بابا، هيموتنا يا بابا. يا لهوتي ابني بنتي. الحقني يا هاشم. سيب اختي يا مجرم، ما تمدش ايدك على اختي البريئة المراهقة. المراهقة يا مجرم. اخرس، نخلص عليك انت واختك وابوك واهلك كلهم. يا يام يا يام يا سايب الحمار وشاطر على البردعة. انا حمار يا راجل يا باغي، والله لكم موديل الشبخانة. راسي يا بنت. اي تسيب سوزي يا تستلم ولادك كفتة. كفتة وبسطرمة كمان، ووعد بلغ البوليس قدامك ربع ساعة، مفهوم؟ الو الو الو. عيطي عيطي. بابا ما جاش ليه؟ بابا لسه جاي. انا يا جمال يا عتريل. هو فين؟ هو فين؟ مشي كتفنا ومشي. العن يا بابا. انا جيت يا حبيبتي. العن يا بابا. انا جيت يا حبيبي. يما 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 يما. ما تخافوش ما تخافوش. اخس عليك يا بابا يا وحش يا بتاع سوزي. حد فيكم جراله حاجة؟ حد فيكم اتعور؟ الراجل ضربني بالتليفون وكان حيشطني بالقلم. حلوة يا بت. اسكت. الحمد لله اللي انتم بخير. المرة دي عطى الخير، المرة الجاية هتعصى الجنازة. وانت هتشبع فيها لطم يا بابا. يا معلش معلش معلش، هحكم عليا هحكم عليا. الله. عاوزين ماما عاوزين ماما عاوزين ماما. ما تخافوش، انا هعرف ازاي اربيها على تريس الكلب ده. انا لازم اشرب من دمه. مش هتقدر عليه يا بابا. ده راجل متوحش غول. اي 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 اي. ايده تقيله قوي يا بابا. يا بابا ما سيب له الرقاسه بتاعته وتخلصنا. وكل ما هتخرج هيعمل فينا كده. فتاخدنا معاك يا ما تخرجش خالص. مش خارج خالص. لا لا لا، اخرج اخرج وروح مطرح ما انت عايز. اتفسح انبسط، احنا مش مهم، احنا فداك يا بابا، احنا فدا سوزي. اسهر انت وسوزي واحنا نروح في 60 داهية. ايه يعني لما بنت زي القمر وشاب زي الورد يخسروا شبابهم في سبيل انك تسهر وتسكر مع سوزي؟ ايه يعني؟ طز فينا يا بابا. طز. ما تقولوش كده يا ولادي، ده نفركم برقبة سوزي وعتريس وشركاهم ليمتد. بتتكلم جد يا بابا؟ طبعا جد. هايل. انتم عندي اهم من رقصات الدنيا كلها. الطز قال طز ايه اللي انت جاي تعيش بابا تعيش بابا تعيش بابا. خش انت واختك ناموا. ها فكره عظيمه يا بابا. اختي يلا ننام سوا سوا. بابا خش نام انت واختك، يبقى ننام سوا. الله هاشم مش كده. يا بابا انا عايز افهم حضرتك ان هقول لبابا. هاشم افتح الباب، بقول لك افتح الباب. اوعى اوعى هاشم اللي اتقلب. هاشم الحق. يا سلام اخر حرافه. شاطر. الله ايه ده؟ رايحين فين يا ولاد؟ نشوف وشك بخير يا بابا. يعني ايه؟ الزياره انتهت. طب انتوا خايفين من ايه تاني؟ عتريس مش ممكن يجي هنا تاني. ماما ما تعودتش على غيابنا وزمانها متضايقه من القعده لوحدها. لا ما تحملوش هم، امكم مفيش حد يغلبها. ازاي يا بابا؟ دي ماما ما بتخرجش من البيت ابدا. وما عندهاش لا سوزي ولا وزه ولا بطه، يا ديك البرابر. ايوه وغلبانه ويتيمه وحيده. انا عبيطه. طب ليه ما فكرتش تتجوز؟ لا 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 لا، تتجوز بعدك مستحيل يا بابا. دي كل ما بتفتكر ايامك بتدوب دستة مناديل من العياط بتعدد عليك يا بابا، خصوصا يوم الخميس بتقف قدام صورة الفرح بتاعتكم وتتحسر وتقول انت فين يا سي عبد الله؟ وحشتني يا سي عبد الله. يا حبيبي يا سي عبدو. انا يعني؟ انت امال امي؟ مش معقول. ولا لما اكلم نفسها في اوضة النوم ايه بتقول ايه؟ حضلك الحمام يا سي عبدو. ألمع لك الجزمة يا جوزي. فينك يا عبد الله يا حبيبي؟ حبيبي؟ بتقولي يا حبيبي؟ يا حبيبتي يا جلال. أما عبيطة. الله يجازيكم يا ولادي، فكرتوني باللي
الذي مضى. بابا على فين يا بابا؟ على البيت طبعا، عايز اشوف رجلين. مش ممكن يا بابا، دي تبقى كارثه مصيبه. كارثه؟ ليه؟ عشان ايه؟ ماما لو فتحت الباب ولقيتك في وشها هتتسرع. يا عبيط يا رب، دي مش عارفه ان انا محرم؟ اه عارفه طبعا. بس لازم تديها فرصه عشان تلبس فستان جديد، تعمل شعرها عند الكوافير. ما انت عارف بقى حركات الستات. انتوا حق، اوصلكم مصر انا على لوكاردا، وبكره تجيبوا لي الاخبار. وهو كذلك. لكن غريبة، ازاي تكونوا انتوا الاثنين في اسكندرية وما تقابلوش بعض؟ ما هي كانت في حتة وانا في حتة تانية. اما يا سلوى، قضينا الكام يوم دول مع باباكس عبد الجواد. سي عبد الجواد، سي. يا سلام، كانوا يومين كلهم فسح وضحك ولعب، ما خليناش حته ما رحناهاش. مش كده يا سميره؟ ما تحكي لاخوكي على الفسح اللي اتفسحناه، على بال ما اجيب لكم حاجه. عن اذنك يا سعاده. ربنا يديك الصحه. طبعا انت وسلوى اتفسحتوا. لا مفيش وادي يا عمي، احنا صحيح اتفسحنا لكن كل على حده. اسمع، انا عايزك في كلمتين. اهلا. سيجاره؟ متشكر. عفو. متشكر يا عم. العفو. على الله تكونوا انبسطتوا في اسكندريه. كانت رحله موفقه جدا يا عمي. الحمد لله، بس على الله ما يكونش الاوتوبيس كان زحمه زي عوايدك. ابدا يا عمي، ده انا حتى ما شفتش سلوى الا بالصدفه. ياه. قابلتها في الديزل واحنا رايحين صدفة. وقابلتها في الديزل واحنا راجعين صدفة. انا عايزك تعرف ان انا سعيد جدا انك هتتجوز سلوى. انت ابن حلال، وامك ظريفة قوي وامورة. صحتها كويسة قوي. صحتها كويسة قوي. ده بس من اصلك يا عم. طبعا ما فكرتش لحظة في امك المسكينة هتعيش ازاي بعد انت ما تتجوز سلوى، واختك تتجوز جوزها وتسيبوها وحيده. على فكره صحتها كويسه قوي. قلتها دي يا عمي. وانا كمان هبقى وحيد بعد ما سلوى بنتي تتجوز. يبقى بلاش تتجوز عشان نسليك. وده حل ده؟ امال ايه الحل؟ الحل الوحيد ان انا اتجوز امك. نعم نعم نعم. تتجوز مين؟ والدتك. الله الله الله، اسم الله. اتفضل يا سعد الجواد. لا معلش، كفايه كده. ما يصحش، ده انا عاملهولك مخصوص. لا ما دام عاملهولي مخصوص يبقى ما اقدرش اقول لا. ما تاخد لك طبق يا هاشم. مش عايز. بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتشخط كده ليه يا واد؟ طعم قوي. تسلم ايديك الحلوين يا ام هاشم. عجبك صحيح يا سعد؟ وانت تعملي حاجه وما تعجبنيش. عجباني قوي. طب خد كل ده كمان. لا كفايه. ما تكسفنيش امال. بس لو ما كنتيش تحلفي. مالك يا اخويا؟ حطا. هي ايه يا سعادته؟ بطني. سلامتها. ما تجيش على روحك يا عمي. هات. انت ايه اللي موقفك هنا؟ ما تروح تقعد مع عروسك. طيب ما يصحش اسيب عمي. لا اتفضل انت يا هاشم، انا ما بقتش غريب. بايخه بايخه انا اسيبك لوحدك. ما تعملش تكليف. لا هعمل تكليف. البركه في امك. روح انت اقعد مع سلوى. روح. طيب طيب. هاشم هاشم، ما تيجي تلعب معانا.
ما تيجي. ما تيجي يا اخي. العبي. اهو. الله. استاذن انا بقى. مال السبادر يا سعد. طيب. بقول ايه؟ قول يا سعد. معلش بقى. ما تقعد شوية. طيب. بقول ايه؟ قول يا سعد. على اذنك يا جلال هانم. ايدك. ايه يا سعد. ربنا يديك الصحة. سعد. يا نعم. مالكش حق يا سعد الجواد، ما لسه بدري. مش تمسك في عمك يتعشى معانا يا هشومة. تتعشى معانا يا عمي ولا تتعشى في بيتكم أحسن؟ في بيت العدل إن شاء الله. ربنا يديك الصحة. ميرسي. اسمع، أنا عايزك في كلمتين بسرعة. نعم. أنا عايزك تفتح والدتك في مسألة جوازنا. هو حضرتك لسه ما فتحتهاش؟ لا، أنا قلت فتحك أنت الأول وبعدين أنت تفتحها. أنا عايز أقول لك تفتحها الليلة وتجيب لي موافقتها بكرة، على الأكثر بكرة. يلا يا شلو. حاضر يا بابا. إيه؟ معلش يا سميرة، أشوفك بكرة. مع السلامة. عمي، ما تروح أنت وتخلي سلوى وأنا بقى أوصلها. سلوى مش هتوصلها إلا بعد ما تجيب الموافقة. أوعى. ورايا. قصدي قدامي. نزل إيدك. على الأكثر بكرة. ورجعت ورجعت ما أحلى الرجوع إليه تاني 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 راجعين بالحب تاني. هلو. طيب أنا نازل حالا حالا. نازل حالا. متشكر. لا 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 لا. يلا بينا يا هاشم. على فين يا بابا؟ على البيت، عايز اشوف جلال. مش ممكن يا بابا دلوقتي. الله، ليه؟ ايه؟ تصور. ايه؟ رجعت لقيت عيانه. كويس قوي، كويس قوي. اه، مناسبه كويسه للزياره. ايوه، بس الدكاتره منعوا زيارتها. يا سلام، هي عيانه للدرجه دي يا هاشم؟ قوي، مرض خطير، مرض فظيع. طمني، لكن اطمن، كلها يومين وتخف. برضه ما يصحش، لازم اروح ازورها بصراحه. هي مش عايزه تشوفك. ايه؟ الا ما تكون حلوه وطعمه وزي القمر. ما انت عارف طبع الستات يا حده. فهمت. حديثك بقى ما تاخرش عليا. حاضر. وتقول لي على كل حاجه بكره. على اكثر بكره. ربنا يستر من بكره. اتفضل يا سعد. من يد من اعدمها. ربنا يخليك ويديك الصحة. خير. دلي القهوة خير. اقلع البنطلون وانا نظفه. ايه يا سعادته؟ ليه التعب ده كله؟ تعبك راحة يا سعادة. ربنا يديك الصحة. دلق القهوة على روح. يا خبر، سيبيه يا ماما، انا هنظم. لا لا لا، عيب. يا خبر، روحي انت اعملي له قهوة تاني وانا هنظف. أصلاً أنا يا دوبك مسكتها بإيديا ولسه بمد بقي وقعت عليا.
الحمام. حمام؟ طب ليه؟ وعلشان ايه؟ كنت بنضف البنطلون لعمك. هلا اسم الله. اصل القهوة وقعت عليه. قهوة؟ اه. يا مين يقول لي قهوة؟ في ايه يا واد؟ ولا حاجة. هاتي هاتي. خد تاتك الهم. وديني لقطة عنك المصروف. اتفضل. القهوة قال. القهوة بشرة خير يا هاشم يا ابني. ها؟ أخبار مامتك إيه؟ كلمتها؟ ما لقيتش فرصة أكلمها. طيب، يبقى أكلمها أنا. مش دلوقتي. أنا بقول لك أهو. أنا واثق إنها هتوافق. ما افتكرش. بصراحة بقى أصل أنا بحب والدتك. فإذا ما وافقتش هضطر أسافر الكونغو علشان أنسى. كونغو؟ ومعاك سلوى؟ طبعًا. عمي. عمي. اهدى يا عمي. اديني فرصة تانية أكلمها وأرد عليك. إمتى؟ بكرة. اتفضل أنت اسبقني على البيت. يلا ما ضيعش وقت. بكرة على الأكثر بكرة. وإلا هضطر أروح الكونغو. كونغو مع السلامة مع السلامة مع السلامة. أنت إزاي تسيبه يخرج قبل ما يشرب القهوة؟ عشان يدلوها تاني؟ ما كفاية قهوة واحدة. أنا مش فاهمة تصرفاتك الغريبة دي. وأنا مش قادر أفهم الراجل ده بيجي وأنا مش موجود ليه. طب وماله يا ابني؟ وماله ده إيه؟ أعمل حسابك لا يمكن هتجوز الراجل ده طول ما أنا عايش، فاهمة؟ أنت جننت يا واد؟ جواز إيه اللي بتقول عليه ده يا قليل الأدب؟ إيه؟ أمال كنت بتخرجي معاه ليه؟ وفسحة إيه يا هاشم؟ وعشان خاطر يدوق الجلد يا سعبده. عجبك يا سعبته؟ اعمل لك قهوه يا سعبته؟ والبنطلون كل الا البنطلون. يا نهار اسود انت جننت يا واد. اسمعي اذا كان نفسي في جواز ابويا عايز يرجع لك وجحه اولى بلحم طوره. طوره؟ ها؟ طوره يا مجرم يا عديم التربيه يا ناكر للجميل. جاي تقول لي انا الكلام ده؟ انا اللي ضيعت شبابي عليك يا دون. امشي اطلع بره اطلع بره. البيت ده ما تخشوش ابدا. اه يا بابا يا بابا. يبقى لازم ترجع اسكندريه تاني قبل ما اشوف امك. ايوه يا بابا الدكاتره مانعين زيارتها منعا باتا. يعني ده ايه بالظبط؟ استاكوزا بيراميدز. استاكوزا بيراميدز؟ يس يس. مرض جديد اسمه كده محير الدكاتره كلها. الله ده مرض غريب قوي. ايوه يا بابا يا حبيبتي يا بابا. معلش شد حيلك يا ابني هشومة. سعيكم مشكور. غفر الله ذنبكم. ادي حال الدنيا يا حبيبي. معلش. واول ما صحتها تتحسن هبعت لك تلغراف تيجي على طول. بليز يا بابا. حاضر. خد بالك من امك يا هاشم. حاضر. دي صغيرة. دي لسه عينة. اشوف وشك بخير يا بابا. روح انت حضر الغدا. ها عملت ايه؟ هقول لك عمي هعترف لك بكل حاجه. قول. والد حسين عقد شويه فمش عايزينه يعرف دلوقتي ان ماما متطلقه وناويه تتجوز تاني لحسن يقول عليها ست مزواجه. اما راجل غير الصحيح هو جواز عيب؟ معلش حمار يا عمي. فمش ممكن حضرتك تتجوز ماما الا ما نخلص من جواز سميره وحسين. ان شاء الله الست سميره دي هتتجوز امتى؟ اعرف لك دي النهارده. طيب قابلها وتعالى قول. طب ممكن اكلم سلوى؟ لا خلص ماموريتك الاول وتعالى اكلم سلوى. كلمه صغيره. يلا ما تضيعش وقتك يلا. شرخين يا شطرة. يسعد مساك. انت شغالة؟ شغالة ايه؟ انت مين يا عم؟ عم الدبب. فين ستك الكبيرة؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ بخرب؟ قالت الادب. فين جلال هانم؟ عايزة ايه يا سند انت؟ انت مالك انت بنت عشرية قالت الادب ابوك ما ربكش فيها. بلاش. اتفضلوا يا دكاترة. واحد اثنين ثلاثة. ايه ايه؟ أربعة. يا هاشم الحق يا هاشم ما
فين الحراميه ده بابا. اهلا يا بابا. اهلا يا ابن اهلا. مين القرشانات دول؟ دول دكاتره اخصائيين كونسلتو. كونسلتو؟ مش عايزين النهارده. مع السلامه. مع السلامه. ايه ولا اللي بتعمل ده؟ بتضرب الكونسلتو؟ مش وقته يا بابا. بابا بابا يا حبيبي يا بابا. الله الله بابا. خلاص يعني انت الادب. رحنا في داهيه. انت ازاي؟ اه بنتك اختي. ايه اللخبطه دي؟ ولا هي امك خلفت من ورايا؟ اه مش ممكن طبعا. انا سايب امك بولد وبنت ارجع الاقيهم ولد وبنتين ازاي؟ اه ما هي دي اختي وديكها اختي لكن مش اختي. بس ادي الحكايه كلها. اه ايه اللي بتهببه ده يا هاشم؟ دي اختي الحقيقيه وديكها اختي في الرضاعه. اه يا خلبوس طالع لابوك بعدين ليا معاك حساب. فين امك يا ولد عشان الصوات يكشفوا عليها؟ امي 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 امك مش في الرضاعة من نص ساعة بس نقلناها المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ايه يا ولد؟ مستشفى الولادة. ربنا انت حبس ولادة. ولادة يا ولد؟ ده هي اللي اسمها كده. لكن دي مستشفى بتاعت كل. ودي فين؟ عنوانها ايه؟ غنطة في بنها اول غيط على اليمين. يلا بينا قبل ما تقفل. الله اسم الله. مقصوف الرقبة؟ ده انا يا بابا. انا اللي مقصوف الرقبة. ايه ده؟ انت غيرت اسمك يا هاشم؟ الله تكونش امك دي اللي بتغرب؟ هي هي بس جتها النوبة. اخرج انت يا بابا اخرج. مين ده؟ عبد الله؟ ايوه عبد الله يا جلال. سلام عليكم. تعال هنا. انت ايه اللي جابك هنا؟ سلامتك يا جلال. سلامتي وانت من امتى بتهمك سلامتي؟ من الساعة 7 اول ما عرفت انك مصابة بالاستاكوزا جيت لك بالكونسولتو على طول. كونسولتو؟ اه تسمح تتفضل من هنا انت والكونسولتو بتاعك؟ حاضر بس اهدي هدي اعصابك يا جلال. ابعد عني. انت فاكرني اتجننت؟ انا لسه بعقلي. يا جلال امسكي اعصابك. مش هقدر امسكها اكتر من كده. بره بره بره. ايش جات لكم بعثة بره؟ اتفضلوا يا دكاترة. طيب ده الاستاكوزا استوت قوي. بره اطلع انت وحيد. بقولك اطلع انت وحيد. بريه بيه. ايه اللي عملتيه ده يا ماما؟ ده هاشم جايب بابا مخصوص من اسكندرية عشان يحضر خطوبته. هاشم. نعم. اطلع بره. اياك اشوف وشك هنا تاني. حاضر. انا مسافر على طول ومش عايز هدومي عشان انا خلاص طلعت من هدومي. بره بره. كمان قطيعه تقطع العيال وخرفتهم. بابا بابا خد هدومك اهي. اوعى توريني وشك. انا كان مالي ومال الهباب ده. الحقني يا هاشم. هاشم هاشم الحريقه فين؟ الحريقه فين؟ الحق اختك بلعت انبوبه الاسبرين. الحمد لله يا شيخه افتكرتها بلعت انبوبه البوتاجاز. ايه انبوبه الاسبرين؟ ايوه خلاص اختك بتموت. سميره ابوك جاي يحضر الفرح وبس. طبعا ده كان
بشرط الماما. امال الذي جنبها ليه؟ اما انت امرك حبيبي يا عمي، قلت لك اطمن بكره على الاكثر بكره. ربنا يستر. وده اسراوي يا عمي، مش حجرها يا عمي. انا عايزاك. قول لابوك ياخد بعضه وتنو ماشي من هنا حالا. ليه؟ هو بابا عكسك يا ماما؟ ايوه. حقك عليا، عيل وغلط. بقول لك لازم يمشي يا عيني، لازم يمشي. ماما كملي جميلك وبلاش فضايح قدام الشيخ رضوان، ولا عايزه سميره تنتحر؟ الحق عليا انا، ما كانش لازم اوافق على كده ابدا. هتضل بيتي؟ يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب يا خراب. ايه ما تقعل يا بابا؟ ايه يا ولد؟ بتعاكس ماما ليه؟ ها؟ انت مال ابوك؟ زعلانه منك؟ بتقول لك مش عارفين النهارده، يبقى فوت علينا بكره. سيبك منها، دي حركات ستات وانا فاهمها. جيلي يا سيم، ايه رايك في اللي يخلي باباكي ومامتك يرجعوا لبعض بسرعه؟ ازاي؟ اهيئ لهم الجو يصبحوا يلاقوا نفسهم متجوزين. مش فاهمه. دلوقتي تفهمي عن اذنك. ايه رايك ما نروح نكمل الفرح في العزبه؟ يا شيخ عبد الله. ايوه يا شيخ العرب. ايه رايك ما تجيب الجماعه بتوعك ونكمل الفرح في العزبه؟ انا ما عنديش مانع. على خيره الله. حضري نفسك يا ام سميره علشان نسافر الصبح. مش ممكن يا شيخ رضوان. ايه الكلام ده؟ اذا كان جوزك موافق. موافق. كيف ما تسافريش معاه؟ كيف؟ يا عيب الشوم. شوم؟ ايوه كيف ما تسافريش معاه؟ يا عيب الشوم. وادي كمان ابنك موافق. هم حرين، لكن انا مش هسافر. حرين؟ كيف حرين؟ ما تتكلم يا شيخ عبد الله. يا ماما الخطوبة هتبوظ عشان خاطري، عشان خاطر سميرة. ولا عايزة ننتحر؟ ولما خطيبتي تنتحر يوم خطوبتي، الناس تقول عليا ايه؟ يبقى لازم انتحر انا كمان. وانا من باب التضامن هنتحر انا راخ. الله، ايه ده؟ وانتوا هتسيبوني لوحدي وانا كمان هنتحر. طيب، نسافر، بس نرجع في نفس اليوم. هاشم، مش هنخلص الليلة دي. ايه؟ ازاي توافق على الكلام الفارغ ده؟ اطمن، أول ما نوصل الفيوم هجيب لك موافقتها على طول. أنا خايف يحصل في الأمور أمور. قصدك إيه؟ بصراحة أنا مش مرتاح لأبوك. يمكن أمك تحلف عينيه وردها وأروح أنا بقى بشربة كازوزة. بسيطة، أطلعها منه تاني وأنا بلعب. بابا، ما دام مش هيتأخروا أروح معاهم. بحبك يا بابا. بحبك يا بابا. عشان قعدة حلاوة يا بابا. وحياتي يا بابا. مفيش قعدة هتحلو إلا بعد ما تجيب لي موافقتها. ورايا. قدامي. كتخنيلة. مش عارف. وبعدين بقى؟ الله، البنزين خلص. البنزين خلص. مش معقول يا بابا، انا قلبي حاسس ان المشوار المهبب ده مش هينتهي على خير. ان شاء الله راح يتم على خير. رايح فين يا هاشم؟ العربيه عايزه بنزين، البنزين في المحطه، والمحطه عايزه مشوار، والمشوار 3 كيلو، وال3 كيلو 7 ترطان، وانا ما اقدرش امشي ولا راكب. يعني اروح انا اجيب لك البنزين؟ العفو يا ماما، اروح انا ورجلي فوق رقبتي. وهتسيبني هنا لوحدي؟ لوحدك ازاي بس يا ماما؟ امال البيه ده بيعمل ايه؟ طيب روح بس ما تتاخرش. هوا شوف شغلك. اسكندريه ما تتاخرش، هتيجي بقول لك اهو. باي باي. Thank you.
كمان. الله. جلال تعالي بس اقول لك حاجه. رايحه فين يا جلال؟ لا ما لا ماما ماما حصل. خدني معاك. خدني معاك. كده يا وشا حبينا بالسلامة. طيب أيوة الله بكاش. طيب يا فيك يا شيخ رضوان. البركة هتكون في ايديك ان شاء الله. خدي خدي. دليك ركبته بالدهان وهي تخف على طول. انا؟ امال انا يعني؟ انا ما عنديش قلب، خلي هاشم يدلك. لا لا لا، هاشم ما ينفعش. لا عايز ايدين حنينة. يلا يلا قبل ركبته ما تنشر عليه. عن اذنك احنا بقى.
احنا كلنا نمشي عشان تستريح لك شويه. رايح فين يا هاشم؟ ما اقدرش اشوف بابا تعبان واستنى، ما اقدرش اشوفه بيتألم من الوجع، ما اقدرش. انت ساكت ليه؟ عاوز ايه؟ ما تتوجع. اسخن. كفاية كده، انا لازم امشي، قصدي نمشي كلنا. شد عيلك يا شيخ العرب. ما تسيبنيش يا هاشم. حاضر. ما تدلكيني ركبتي، قصدي ما تدلكيني، دلكيني، ما تدلكيني يا ماما، دلكي سمنة دي ولا تسلمي ايدك يا ست الكل.
طب ايه راي سيادتك يا عمي اجوز انا وسلوى في فرح بابا وماما؟ مستعجل ليه يا ابني؟ الجواز مسؤوليه وانا قدها وقدود يا عمي. يعني تقدر تفرش خمس اوض ولازم تعمل حسابك على ثلاجه 14 قدم والبوتاجاز والتليفون والتلفزيون 30 بوصه والسخان والخلاط والمكنسه الكهربائيه والغساله والعربيه. انا بنتي ما تركبش اتوبيسات، فاهم؟ فاهمك يا عمي قوي. وهو كذلك جهز الشقه والعفش كله وساعتها بقى انا تحت امرك. متشكر. الله يعمر بيتك يا عمي. اهلا. وكمان جيلي. حلوة قوي. مش ناقص غير القهوة. بابا. نعم. تسمع. ها؟ عن اذنك يا جيلي. اتفضل. عايزك يا جميل قدامي. تريح. قبل كل شيء فين المأذون؟ وعاوزه ليه؟ اما انك غبي عشان يجوزني لامك. ومستعجل ليه؟ الجواز مسؤوليه يا بابا. وعشان تجوز امي تقدر تفرش خمس اوض؟ مفروشين من قبل انت ما تتولد. ولازم تعمل حسابك على الثلاجه 30 بوصه، التلفزيون 14 قدم، واثنين سخان، اربعه خلاط، ثمان غسالات، والمكنسة الكهربائية، وتغير عربيتك التلفانة عشان أمي ما بتركبش أوتوبيسات، فاهم؟ فهمتك يا قليل الأدب يا مجرم. الله يلقاها. تراجع صحيح. استنى. لا حول ولا قوة. يا عم عبد الله. هي وصلت للضرب؟ ما تصلوا على النبي يا جماعة، وجز الشيطان. تعالى يا هاشم، أنا عايزك. جيت في وقتك. إيه اللي حبيبته ده؟ إيه يا زيلي؟ أنا عرفت إن الست الوالدة متطلقة من والدك. وزعلت؟ أوي. زعلت إنكوا كبيتوا عليا. الجواز اسمه ونصيب يا ولدي. يعني حسين هيجوز سميرة؟ ورجله فوق رقبته. الحمد لله. بس أنا خايف من كلام الناس يا ولدي. ما حصلش في الأمور أمور يا عمي. ما أنا عارف. آه. وعشان كده هاخدها معايا الفيوم. تاخدها معاك فين يا أخويا؟ الفيوم على سنة الله ورسوله. الله! اسم الله! يبقى ناقص واحد يا عمي. من فضلك تتجوز ماما وبسرعة. ايه؟ مش لما افرش خمس اوض واجيب التلاجة 18 حماية والسخان خمسة سلندر؟ لا 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 لا، من غير ده كله اتجوزها بلاش. عنوتة. ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ بعدين افهمك. طيب. يعني انت موافق؟ طبعا. هو انا هلاقي فين لماما راجل شهم كريم وظريف؟ قصدك كده؟ هو في غيرك يا عمي. انت كلك ذوق يا هاشم يا ابني. هايل. وعشان ابقى مطمن اكتب كتابي على سلوى الاول. بسيطة. طب والخمس اوض؟ مالهمش ذوق. طب والتلاجة الاربعين بوصة؟ هدية مني. طب والعربية التلاتين قدم؟ تحت في الجراج. عايز حاجة تانية؟ تدفع لي المهر. وحياة أمك. موافق. زيادة الخير خيرين. نكتب كتاب سميرة في الأول. وبعدين أنا وأمك. أهلا. قبلت زواجك يا ما تقول ورايا يا ابني. أنا عندك أنت هو. مفيش جواز إلا لما أتجوز أنا الأول. لا بابا. ولا كلمة. جواز أنا الأول. خلصونا يا اخوانا، من فيكم الاول؟ انا الاول. انا الاول. الاول انا يا ابويا. حضرة المأذون. نعم. ناجل دول شويه على بال ما يهدوا. سيجيس. انا الاول. انا يابا انا الاول. 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 يا سلوى. ابدا. يا بابا. لا ممكن. لا. اسمع يابا بس اسمعني. يابا شد شويه. يابا يلا بسرعه وحيدك يا استاذ. يلا خلاص. انا مولاي. ايه ده؟ انتوا ايه؟ يلا انا عريس. وانا عروسه. اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقول ورايا يا ابني. قول ورايا بسرعه. بسم الله. استنى. مفيش جواز. مين ده؟ البي مخبر؟ لا عريس، أما أتجوز أمك الأول. أما أتجوز بنتك الأول. لا أنا الأول. أنا الأول. لا أنا الأول. يعني أنا الأول. أنا الأول. أنا الأول. الآنسة إجلال الأول. توكلنا على الله. اسم العروس؟ إجلال فريد. اسم العروس؟ رضوان دعم الطبيشي. لا عبد الجواد زكي سلطان. لا
عبد الله الحمد السلموني. ما تتعبوش نفسكم. يتجوزها انا ياخد بنته واسافر على الكونغو. لا انا اللي هتجوزها ياخد ابني واسافر الفيوم. شوفوا بقى يا جماعه جوعه اولى بلحم صوره. لا انا رئيس وانا صوره. اكتب يا استاذ. لا مفيش حاجه ماما. ايه ماما في خبر.